أهلا بكم من جديد مع فقرة الكرة العالمية بيشاركني فيها أحمد فاروق. ازيك يا ابو حميد؟ اهلا بك. حكايه الجلد كلكم داخلين لي بجلد. انا كنت داخل برد. انا كنت داخل بده بس النهارده بس افتكرت التلج بتاع المره اللي فاتت قلت ادخل عزف. اي انا خلاص انا يعني فاهم جلدي نشف واخد على التلج. انا خدت الدرس فبعد كده خلاص بقى اتعلمت. الاستوديو تلاجه الحقيقه واحنا اساسا عايشين في زمن التلاجه احنا في الشتاء يعني. طيب نبدا الكره العالميه ب تهنئة نجوم برشلونة للعالم كله. لو برشلونة في السنوات الأخيرة بقى شاطر قوي في الناحية التسويقية وفي ناحية التواصل مع الجماهير في كل العالم. حتى في السنة الصينية في بداية السنة الصينية كان عمل فيديو موجه للجماهير في الصين، فبمناسبة الكريسماس عمل فيديو موجه لكل الجماهير في العالم وموجه بكل لغات العالم بالإنجليزية وبالفرنسية وبالعربية وبالصينية. احنا ممكن حتى نشوفه قدامنا بالصوت نسمعه. هيظهر دلوقتي قدامنا نجوم كبار نجوم نادي برشلونة وأبرز نجومه زي ميسي طبعا وفيكتور فالديز وجاتشافي طبعا يوجهوا رسائل للجماهير في العالم. ثم ميسي دلوقتي بيقبل الكرة ويشوتها كرسالة كأنه موجهة لكل الجماهير في العالم. دي وصلت فين دي بقى؟ دي بقى يعني كمكان رمزي يعني وصلت لطفلة من محب النادي أو من مشجع للنادي بيقولوا سنة سنة طبعا قدامنا هو مش فاهم. أنا مش فاهم غير ميري كريسماس هو كل سنة لو بالعربي كمان أو بالعربي إنما الباقي طبعا الصيني والياباني والكلام ده. الصيني يا أحمد معقول؟ لسه والله. أنا قلت أمل أعمل فخر عن الكرة الصينية. لا مش فخر إن شاء الله الكرة اليابانية بقى. دي الجزء اللي بالعربي أو سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير وكل سنة طيب يا ميسي بما انه بعتها لنا تقليد طبعا لطيف. برشلونة كان بيجهز لاحتفالات كتيرة قوي بمناسبة الكريسماس لكن لغى كل احتفالاته طبعا لحادث مأساوي وهو تجدد إصابة المدير الفني تيتو فيلانوفا. تيتو فيلانوفا كان من سنة وشهر بالضبط في نوفمبر 2011 كان أجرى عملية لأن كان أصيب بمرض السرطان في الغدة النخاعية لكنه كان تعافى. يعني الأطباء قالوا أنه تعافى تماما وكان في الوقت ده مساعد لجوارديولا كان غاب طبعا عن التدريب وعن الجهاز الفني. لكن فجأة طبعا خبر صادم للجماهير أن الإصابة تجددت مرة تانية وهيحتاج لعملية مرة تانية. قدامنا طبعا عمل برشلونة مؤتمر صحفي دازو بزاريتا للحارس التاريخي طبعا للمنتخب الأسباني وكمان راسل الرئيس النادي وكان المؤتمر كان نفسي يعني بشكل أكبر. كان مؤتمر موجه أعتقد أنه ما كانش موجه للجماهير قد ما كان موجه لفيلانوفا نفسه لأن روسل في تصريح مهم قال أن فيلانوفا هو الآمر الناهي في الفريق وهو المدير الفني تحت أي ظرف حتى لو من البيت وقال أن رورا المساعد هيكون هو مدير فني مؤقت أو مش مدير فني عفوا هيكون هو يدير الأمور بشكل مؤقت في التدريبات وفي المباريات لكن كل القيادة الفنية لفيلانوفا. وزوبي زاريتا كان حريص جدا أن هو ينفي الشائعات اللي خرجت بعودة جوارديولا. كان بعض الشائعات بس كبر قوي مش ده زوبي زاريتا؟ كبر فعلا جداً. فعلا انا حتى شكله اختلف يعني شكله خالص لان هو برضه هو لما كان بيلعب كان حضرتوش انت يا احمد ده؟ لا كان في كاس عالم 98 واهداف شهيره بتاعت المنتخب النيجيري في مرمى بس ده كان في اواخره كان في الثمانينات والتسعينات كان من اهم حراس مرمى العالم طبعا حرص بشده ان هو ينفي الشائعات اللي خرجت بعوده جوارديولا لان بعض الاخبار خرجت ان في حاله مرض تيتو هيعود جوارديولا لانه كان طبعا في راحه ورفض حتى عروض كتير جدا ابرزها من تشيلسي وقال ان هو مش هيدرب قبل الصيف. عاد ودي ده في المطار حتى ما كانش لو نلاحظ ما فيش وسائل اعلام كتير هو عاد بشكل مفاجئ ما قالش لحد لكن الزياره دي كانت طبعا فقط لان هو يزور المدرب المساعد بتاعه سابقا وصديقه حتى على المستوى الشخصي فيلانوفا ويكون جنبه في ازمه كبيره زي دي. طبعا هو يعني راجع واضح حتى هو من ستايل وان هو كان في اجازه وفي فتره راحه وشكله نسي المطار يعني كلهم كام شهر تقريبا بس شكله تايه في المطار بيروح ويرجع مش عارف يدخل منين او يطلع منين. لكن طبعا هو نفى بشكل قاطع فتره واعلن دعمه الكامل لفيلانوفا وقال ان هو راجع يزوره فقط ويكون جنبه في محنه لكن طبعا مش هيكون مدرب لبرشلونه. هو خد قراره طبعا وكان قراره تاريخي ومهم جدا انه اكتفى وده ذكاء منه وتبان قيمه للمدير الفني الذكي ان هو اكتفى بفتره معينه حقق فيها انجازات كبيره جدا ما يطلعش بالشباشب يعني يعني بالظبط ما يطلعش عندنا هنا اللي يجيب بطوله معناه يقعد يذل في اللي جابه النادي واللي خلفه النادي مدى الحياه لغايه ما يتألمش
لا ده هو يتقال له امشي ومش ماشي يعني يمسك برضه في خناقه وشوف القيمه برضه أو المنتخب انه جاله عروض وعروض مغريه جدا من تشيلسي ومن مانشستر سيتي ورفض ان هو يدرب في الوقت ده وقال انا مش هدرب غير في الصيف في بدايه الصيف امسك فريق اعده بشكل كويس اعمل صفقاته بشكل كويس فدي قيمه مهمه جدا لاسم زي جوارديولا. تصريح مهم جدا برضه كان من مورينيو المدير الفني لريال مدريد ولان مورينيو اولا هو مدرب الغريم لبرشلونه تصريح على فيلانوفا اولا هو المدير الفني لغريم برشلونه ثانيا هو كان في مشكله شهيره بينه وبين فيلانوفا في مباراه السوبر من سنتين كان في خناقه كان اشتبك وكان وصل حتى الامر للاشتباك بالايدي يعني لكن هو اكد ان هو بيدعو لفيلانوفا وان هو بيسانده بكل قوه ويعني بعض الصحفيين سالوه اذا كنت اتصلت بيه بشكل شخصي او لا هو رفض يجيب على السؤال ده رفض وقال ده امر شخصي وامرنا يعني اللي بعمله في الخفاء مش هخرج اقوله في العلن وسواء اتصلت بيه او ما اتصلتش بيه ده امر شخصي ما بيننا ورفض طبعا ان هو هو مورينيو شخصيه ثقيله وغامضه يعني عرف لو جوارديولا كان دلد على طول في التصفيق كان قال انا رحت وقعدت يعني انما مورينيو دايما شخصيه مورينيو صعبه شخصيه صعبه يعني صعب انك تخرج اللي جواه بسهوله يعني صحيح. على ذكر مورينيو بقى قصه كاسياس وغيابه على المباراه اللي فاتت يعني كاسياس من ساعه طبعا هو حارس يعني ابتدى يلعب مع ريال مدريد وهو في سن صغير حتى كان جه لعب هنا في مصر في كاس عالم للناشئين سنه 97 كان عنده 17 سنه اتصعد من سنه 2002 كان سيزر الحارس الاساسي لريال مدريد ومن وقتها كاسياس لم يغيب عن حراسه مرمى ريال مدريد الا لظروف قهريه يعني ان لم يكن مصاب فهو لم يجلس في مباراه واحده طوال 10 سنين احتياطي. تعرف ان في حارس مرمى جابوه واعتزل وما لعبش دوديك وكان متالق مع ليفربول وكان كسبان تشامبيونز ليج ودي طبعا ما اخدش فرصته تماما مسيطر ومهيمن كاسياس حتى في المنتخب الاسباني كل اللي وراه فقدوا الامل جه مورينيو قعده احتياطي يعني هو مورينيو في مباراه مالاجا ومباراه صعبه جدا مالاجا دلوقتي من الفرق المحترمه جدا وتصدر مجموعته في تشامبيونز ليج ومتقدم في الليجا بشكل كويس جدا جه قعد كاسياس ولعب ادن ده الحارس الاحتياطي وخسروا المباراه خسروا 3-2 وخلاص طبعا كان 3-1 وكانت 3-1 وحتى يعني شكل الماتش نفسه كان صعب جدا الشوط الثاني بالذات وبقى الفارق 16 نقطه والموضوع حتى مورينيو نفسه قال ان الموضوع انتهى يعني قال الموضوع بالنسبه له انتهى هنشوف قدامنا بعد يعني هنشوف قدامنا معانا لقطات لكاسياس هنشوفها في المباراه وهو قاعد على دكه البدلاء بعد يعني الفيديو اللي هو جزء من تدريبات ريال مدريد حتى الكاميرا كانت مركزه بس عايز اقول ان كاسياس في الماتشات الاخيره وحش قوي هو مستوى اقل فعلا يعني كل العرضيات مش بتاعته يعني بقى اداؤه بقى روتيني فعلا. بشكل غريب يعني وركز اهو طبعا الكاميرا كانت مركزه معاه بشكل كبير جدا على تعبيرات وشه وتفاعله مع ده ساعه الهدف بتاع اسكو مورينيو حتى رد على النقطه دي وقال انا ضميري مرتاح يعني قال انا بالنسبه لي انا قعدت كاسياس بس كان وحش برضو ادن كان وحش في المباراه وده اللي بيخلي النهارده خرج اخبار من ريال مدريد ان هم بيبحثوا عن حارس ليكون منافس لكاسياس برضو حتى العنوان كان محترم شويه ان هو مش هيكون بديل لكاسياس لكن هيكون منافس قوي لكاسياس لان واضح ان ادن مش هيقدر بس ده برضو يعني عنوان خلص على ادن واضح ان هو فعلا مش هيكون بس واحد في الثلاجه بقاله 80 سنه لما تيجي تلعبه فجاه ماتش كمان تقيل زي ده وفي ظروف صعبه وبره بره مدريد كمان يعني في ملعب المنافس والفرقه مرتبكه والدفاع سيء فعلا يعني هو اتحرق زي ما بيقولوا يعني بس اعتقد انه مورينيو هيستمر في الدافع بأدن الفترة الجاية والله مع مورينيو صعب نتكهن يعني مورينيو دايما مدرب صعب انك تتكهن هيعمل ايه وما كانش حد يتوقع رغم اننا متفقين ان كاسياس مستواه يتراجع لكن ما كانش حد يتوقع ان هو يقعده بس الفرقة كلها مستوى متراجع الفرقة سيئة جدا ومورينيو سيء السيزون ده جدا يعني طيب نروح بقى لإسكو نخلينا مع مالاجا إسكو اللاعب الصاعد اللاعب إسكو اللاعب الصاعد هو اسمه فرانسيسكو ألاركون سواريز عنده 20 سنة من مواليد 92 لاعب رائع بكل ما تعنيه يمكن كنا اتكلمنا في طبعا مجلة توتو سبورت هي اللي جايزة بيسموها الجولدن بوي أو الفتى الذهبي وبيقدموا له كرة ذهبية كان مرشح لها صلاح لو نفتكر وكان متقدم الاستفتاء كالعادة طبعا المصريين ما شاء الله بيدوسوا في أي استفتاء يعني لكن للأمانة يعني أنا شخصيا كنت أتمنى صلاح يكسب لكن أنا اديت صوت الإسكو يعني اللاعب يستحقها بكل جدارة يعني اختير ده كلام يا أحمد برضه لا أنا ده ضمير ده بقى التصوير يعني صلاح من أقل منه كتير قوي كده يعني لا صلاح ممتاز وإن شاء الله إن شاء الله قريب جدا يبقى زي إسكو أحسن لكن للأمانة قدامنا حتى هو بعض من مهاراته اللاعب لاعب رائع يعني
وحتى في كلام دلوقتي ان الناس كتير بتقول لازم ياخد فرصته في منتخب اسبانيا كمان رغم انه هو صغير عنده 20 سنه. الجائزه دي انطلقت سنه 2003 وكان فاندر فارت الهولندي اول لاعب يحصل عليها. 2004 خدها روني، 2005 ميسي، 2006 فابريجاس، 7 اجويرو، 8 اندرسون، 9 باتو، 10 بالوتيلي، و2011 جوتزا. اسماء كلها كبيره جدا وكلهم دلوقتي بقوا السوبر ستارز في العالم قدامنا. هو طبعا بعض مهاراته ما شاء الله لعيب يعني رائع جدا، وقاد مالاجا في الشامبيونز ليج وكان من اهم نجومه، تصدر طبعا مالاجا مجموعته وكان معاه اي سي ميلان وكان معاه زينت وكان معاه اندرلخت، كانت مجموعه قويه مش سهله. وفي الدوري الاسباني ماشي بشكل ثابت، صحيح طبعا صعب ينافس قدام برشلونه لكن بيحافظ على مركز كويس وموجود في المربع الذهبي، وواضح ان هو يعني هيقدر رغم ان في خبر صادم لجماهيره كان بحرمانه من المشاركه في الشامبيونز في البطولات الاوروبيه لمده سنه بسبب القواعد الماليه اللي فرضها الاتحاد الاوروبي واللي هتعمل جدل كبير جدا الفتره الجايه، لان في انديه بتصرف كتير جدا زي تشيلسي زي مانشستر سيتي زي باريس سان جيرمان اول الضحايا. حتى هم قالوا احنا يعني قالوا احنا كبش فداء، يعني زي ما يكون الاتحاد الاوروبي عايز يهدد الانديه الكبيره، فخدوا الغلبان ده كبش فداء ان هو اوقفوه سنه، لكن طبعا طعنوا على القرار وربما يلغى القرار في وقت قريب. يعني انما هو خد الكره الذهبيه كافضل لاعب، كافضل لاعب صاعد، افضل لاعب، افضل موهبه صاعده يعني. تمام، نروح بقى لمباراه العواجيز. مباراه العواجيز يعني طبعا هي ما بين رونالدو وزيدان، اصدقاء رونالدو واصدقاء زيدان، وده عرف من فتره كبيره جدا يعني النجمين كبار ودايما بيحاولوا ان هم يساهموا في اعمال خيريه. ده طبعا قدامنا انا اتفرجت عليها لايف المباراه الماتش ده. هو طبعا كان بالليل الساعه 12 متاخر، ابتدت في وقت متاخر. ده بيبيتو طبعا، وشايفين استاذ محمد شوف بيبيتو معتزل بقاله قد ايه والرشاقه والجو. بيبيتو ده 94 كان حدوته جنب روماريو، كان روماريو بيبيتو كان الصناعي كاس العالم 94 على سطح الارض يعني، ولعب كمان في 98. كان ليه فرحه شهيره لما بيحرز هدف كان بيحرك ايديه كده بابنه. وطبعا اللقطه اللي فاتت كان ده زيكو، خد بالك شوف زيكو كام سنه دلوقتي وما شاء الله بيجري ومهاري طبعا سجل ده فالكاو وسجل الهدف. خد بالك زيكو زمان في التمرينات اي فاول على 18 فانت تعتبر البرازيل كسبانه واحد. طبعا جيل 82 بس طبعا بشكل صادم كان خرج من كاس عالم بدري. لكن زيكو كره فاول قدام ال 18 تاكد انها جول. ده زيدان طبعا قدامنا هنشوف الهدف. لا ده بس جاب جول على الطاير يعني، كان حدوته يعني. شوف زيدان معتزل بقاله 6 سنوات. يعني جول النهارده ده مش اي لاعب يجيبه قدامنا الاعاده اهو يعني مش ممكن. بس خد بالك زيدان لعيب غير عادي يعني، انا شفته كان في مصر هنا من كام سنه في نادي وادي دجله، تحكمه في الكوره غير عادي غير طبيعي، لعيب غير طبيعي. لا هو ساحر يعني، فعلا ساحر. وده طبعا كاكا فيراري، واخيرا هنشوف الهدف الثالث لدامياو في الدقيقه 87. المباراه دي شارك فيها في فريق رونالدو ديدا وكافو جونيور بايانو روكو جونيور وروبرتو كارلوس، تحيز شويه كلهم برازيليين يعني، وفي نيمار وباوليني واميرسون وبيبيتو وزيكو ونيمار ورونالدو طبعا. زيدان كان معاه فيتور بايا، كان معاه سالجادو وهيرو ومونتيرو وسورين وكاريمبو وناكاتا الياباني وديكو زيدان وسولاري وباوليتو. طيب نروح طبعا كنا تحدثنا في الاسبوع الماضي عن ثوره جماهير بوكا جونيورز، بيقولوا لي في الاربيز ليه ما نعملش ماتشات كده عندنا يعني بالشكل ده كده. لا كل الناس متخانقه عندنا عشان تجمع ده 22 نجم تقيل اللي تنك قوي واللي بتخانق واللي مش طايق لا وفي حاجه تانية مهمه برضو، انا شايفين زيكو قرب على 60 وبيجري وبيلعب هنا بروتوك جدا اللعيب يعني اللي عنده 40 سنه يبطل بعد 5 دقايق تبص لبقى 80 98 الف كتير. زيدان وبيبيتو شكلهم ازاي وجسمهم ازاي، فيعني حتى لو عملنا هيبقى ماتش. لا الفكره الجانب الخيري، انا بتكلم عن الجانب الانساني. طبعا الانساني ده مش موجود للاسف، للاسف بيطلع نرغي فيه بس وخلاص. نروح لثورة جماهير بوكا جونيور. طبعا كنا شفنا في الأسبوع الماضي وعندنا برضو بعض اللقطات من الأسبوع الماضي الشغب الكبير اللي عملوه جماهير بوكا جونيورز والألاف اللي خرجوا في الشوارع وكسروا محلات من أجل اسم، من أجل اسم واحد هو بيانكي مدير الفني التاريخي اللي خاض الفريق لإنجازات مهمة جدا جدا، وخد معهم 3 كوبا ليبرتادورس. وفي ناس اهو بتستغل الزحمة يعني كده وبتستغل المشكلات وبيفتحوا محل يمكن ياخدوا يقلبوا أي حاجة يقلبوا المحل في وسط الزحمة دي. طبعا بيانكي خد بالكم عندهم أزمات اقتصادية برضو. فالتقليب مهم في المواقف، مفيش مانع ان هو يطلع برضو بحسنة او حاجة في الزحمة دي، ماركت لبكيسين رز بتاع
بيانكي طبعا الـ يعني الـ رئيس النادي على طول قال سمعا وطاعا، اللي هو كان من الاول بقى يعني اللي هو الجماهير تقول له ما كان من الاول من غير عنف ومن غير، وقعد بيانكي فعلا وتسلم مهام الفريق، وحتى كمان هيعيد ريكيلمي، كنا اتكلم لريكيلمي على مشكلات مع رئيس النادي وكان اعلن اعتزاله هيعيده وهيرجع معاه. يعني واضح ان الامور استقرت ونشوف بقى طبعا، لان بوكا جونيور دلوقتي في المركز السادس في الابرتورا، هو عندهم طبعا دوري في الصيف ودوري في يعني في الشتاء، في المركز السادس بفرق 8 نقاط عن البالاس سارسفيلد اللي هو المتصدر الدوري. يعني ثورة الجماهير اعادت بيانكي مرة اخرى لقيادة بوكا جونيور، ده امر الجماهير طبعا. تمام. يعني ما كبرش بوكا جونيورس، ما تقلش اصله الرضخ للجمهور واصله وفصله، هو النادي هو الجمهور، ما هو لو النادي عمل نتائج سيئه ما هو الجمهور اللي هيزعل، فهو النادي هو مظبوط. طيب نروح للصدامات دور ال 16 بقى في دوري الابطال، واعتقد الصدامات هتكون ناريه، اعتقد قرعه من اشهر يعني من اشهر المراسم القرعه اللي اجريت في تاريخ الشامبيونز ليج. لما نتكلم على دور ال 16 اول دور في النوك اوت، بيلعب ريال مدريد مع مانشستر يونايتد، وبيلعب ارسنال مع بايرن ميونخ، وبيلعب ميلان مع برشلونه، ثلاث نهائيات في دور ال 16. طبعا السبب في ده هو تراجع مستوى بعض الانديه زي ريال مدريد وميلان طبعا وارسنال اللي خدوا المركز الثاني، فده ادى فرصه ان هم يصطدموا بالقرعه. باقي المواجهات يوفنتوس مع سيلتيك يمكن دي ابرز مواجهه للكبار، اكتر واحد محظوظ في الكبار، وان كان سيلتيك برضو فريق محترم، فالنسيا وباريس سان جيرمان. في ملحوظه برضو في القرعه دي يا استاذ محمد، ان على قد ما اسماء مش كبيره قوي لكن مواجهات جامده جدا، يعني فالنسيا وباريس سان جيرمان بنتكلم في مواجهه قويه جدا، شختار دونيتسك وبروسيا دورتموند فرقتين يعني اسمائهم مش كبيره لكن عملوا اداء رائع، بورتو ومالاجا. يمكن اقل مواجهه يعني اقل مواجهه فنيا هتكون جالاتا سراي وشالكه، حتى الاثنين كانوا مبسوطين يعني في مراسم القرعه لما اتعلن جالاتا كان مبسوط وشالكه كان مبسوط، لان طبعا بالنسبه لهم هو افضل خيار يعني سواء في ابعد عن السواد الاعظم برشلونه يعني، احنا بقى نتصرف مع بعض احنا الاثنين يعني. فطبعا يعني القرعه كان فيها استاذ محمد يعني ملحوظه من زمان في 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 قرعه الشامبيونز ليج، احنا نحسن الظن لكن شيء غريب جدا ان لما توريس يروح من اتلتيكو مدريد لليفربول يقعوا مع بعض في مجموعه واحده، ان لما بيكهام يروح اعاره الميلان يقوم ميلان يلعب مانشستر يونايتد اللي هو بيكهام قضى فيه سنواته، ان يعني كل نجم يروح من فريق لفريق نلاقي مع بعض. النهارده دي اول فرصه ان ريال مدريد ومانشستر يونايتد يلعبوا مع بعض، لان كان في معظم الاوقات بياخدوا مركز اول من ساعه ما راح رونالدو. تمام. فيلعبوا مع بعض عشان رونالدو يروح لاولد ترافورد اللي هو ناديه. يعني في انا احنا هنحسن الظن لكن الموضوع ده بيتكرر دايما في قرعه الشامبيونز ليج دايما بشكل غريب جدا وبشكل ملفت للنظر، فالله يعني الله اعلم يعني هيفرق ايه ان النجم يعني يتنقل من نادي للنادي بيلعبوا بعض، هتبقى عليها سبوت كبير جدا وهتبقى مواجهه جذابه جدا للجماهير وللاضواء والمعلنين بس هو خلاص كريستيانو ما حسمش يعني، هو قال انه هيروح مانشستر، لا مش هيروح، هو كان في مانشستر وكان من نجوم مانشستر لما يلعب كمنافس، بس هو بيتقال انه في الصيف الجاي راجع مانشستر، هو قال فيرجسون قال بيتمنى لكن يعني ماديا صعب، لكن هو بيتمنى وربما يروح ربما يروح، لكن هو احنا بنتكلم في نقطه ان هو كان نجم عندهم وهيروح يلعب قصادهم، فدي بتبقى جذابه جدا الله اعلم طبعا يعني. تمام. يعني هننتظر وجبات دسمه جداً في كره القدم في الشامبيونز ليج ان شاء الله، وجبات دسمه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. انت كنا عايزينك تجهز لنا المواعيد بالجدول بالحاجات، نجهز ان شاء الله عشان خاطر برضه الساده المشاهدين يطلعوا عليه ان شاء الله. قول لنا بقى جوائز الكاف خارج المصريين، احنا عرفنا ان ابو تريكا احسن لاعب افريقي هذا الموسم هذا العام 2012 يلعب داخل القاره الافريقيه، محمد صلاح افضل لاعب صاعد في افريقيا على مستوى العالم الحقيقه يعني جائزه رائعه جدا، والكابتن الجوهري تم تكريمه اصلا كابتن، والنادي الاهلي افضل فريق في افريقيا هذا الموسم. باقي الجوائز هنبدا طبعا بالجائزه الاهم وهي الجائزه الرئيسيه، افضل لاعب في افريقيا في العالم، افضل لاعب افريقي هو يايا توري، يعني الكل اجمع انها بقى حقيقه تامه، يايا توري ما شاء الله من ابرز اللاعبين في العالم كله مش هنقول في افريقيا بس، مع مانشستر سيتي يعني رقم مهم جدا ورقم صعب جدا، وهو اللي يعني هو اللي بي يعني ساهم في مباراه وفوز كبير جدا لهم في مباريات كتيره، ده اللي قدامنا لقطات من الحفل، وكان طبعا ديدييه دروجبا هو المنافس الابرز، وحتى كان قال كلمه طريفه في الحفل وهو بيهزر معاه قال له يعني انت كسبت بس انا الكابتن بتاعك في كوت ديفوار، يعني ما تنساش ان انا الكابتن بتاعك يعني، فطبعا مداعبه كده وزي ما قلنا بقى حقيقه تامه. ودروجبا روحه حلوه يعني جدا جدا وخير جدا، وهنا ابو تريكا وقال له قال انه ابو تريكا اسطوره، ويعني الراجل الحقيقه روحه حلوه جدا وخير، افضل منتخب طبيعي النجوم الكبار دايما يعني القيمه لا اقصد افضل منتخب طبيعي يبقى زامبيا، زامبيا طبعا بطل افريقيا وتفوق على غانا وتفوق على اول مره في تاريخها
اول مره في يعني منتخب مميز جدا جدا وحتى بالاداء يعني في منتخبات ده قدامنا ده فيديو ليا توري طبعا احنا تخطينا يا توري ان شاء الله ان الكره دي طلعت منتخب زم انت جايب له لقطه الكره طلعت يعني الكره دي طلعت قوي لا لا هو الحقيقه ما احنا جايبينها عشان شاطر والحقيقه لا ده طلعت طب عيدها كده يا خالد طبعا منتخب زامبيا في كاس الامم اداء حتى اداء ونتيجه يعني بدون مباراه السنغال كانت اول مباراه لهم انا فاكر كنا قاعدين بنتفرج من اول مباراه قلنا المنتخب ده ينافس بعيدا عن الاسم يعني وطبعا اهدوا طبعا اللقب لروح الفريق اللي كان راح سنه 93 قبل 19 سنه من كان حادث شهير كان حادث طائره سقطت وراحوا كلهم للمكان اللي سقطت فيه الطياره الوحيد اللي نجا كلوش ابواليا اللي هو صرح على بوتريكا مش عاجبه بوتريكا فوز بالجائزه لان كالوشا كان رايح لهم من اوروبا كان محترف في اوروبا فرايح لهم على الدولفين قال لهم هيروح لهم على طول بطياره من بطياره من اوروبا فهم كانوا واخدين طياره خاصه للاسف يعني كان حادث اليم بص بص يا احمد بص يا احمد بص ارجع بقى ارجع ارجع سنه لا خرجت يا احمد انت احسن لاعب في افريقيا الكره بره ورجليه بره انت خلصت عليه في ثانيه لا لا هو الفيديو كبير فاحنا كان في لقطات ثانيه بس هو حظه طيب خلاص هي خرجت فعلا اشكرك شكرا جزيلا الساده الاخراج طيب افضل مدير فني كان مفترض منافسه مع الكابتن حسام البدري مفترض بس من المنطق ايرفي رينار طبعا يعني لان هو اللي قاد منتخب زامبيا واتكلم منتخب زامبيا منتخب متوسط لما تفوز بيه بكاس امم افريقيا على غانا وكوت ديفوار ونيجيريا يعني طبعا باحقيه تامه وهو ايرفي رينار من المدربين اللي هم حتى على المستوى النفسي تواصلوا مع اللعيبه بسرعه جدا واثر في اللاعبين كان مرشح يمسك الاهلي على فكره في كان قريب من الاهلي فعلا هو خرج درب انجولا وراح الجزائر لكن رجع لهم تاني. طيب الروح الرياضية منتخب الجابون. منتخب الجابون طبعا كان استضافوا كاس الامم الافريقية وكانوا اظهروا روح كبيرة جدا. كانوا بالتعاون بالمناصفة مع غينيا الاستوائية. مع غينيا الاستوائية. فهم يدوا غينيا الاستوائية افضل منتخب نسائي فادوا الجابون الروح الرياضية. الروح الرياضية لان افضل طبعا غينيا الاستوائية فازوا بكاس الامم الافريقية للكرة النسائية للسيدات وحتى جينوفيفا انونما اللي هي نجمتهم او الهدافة بتاعت كاس الامم الافريقية خدت افضل لاعبة افريقيه في سنه 2012 عندنا لقطات ليها انونما دي عندنا لقطات لها عشان نختم بيها اخر عندنا طبعا بعد اللقطات بتاعه المنتخب فازوا في الفاينل 4-0 على جنوب افريقيا ونتيجه كبيره جدا هم منتخب حتى في 2008 كانوا كسبوا برضو البطوله فهم متميزين قوي في الكره النسائيه طبعا في افريقيا الكره النسائيه برضو متواضعه لحد ما عشان نكون واقعيين مش زي اوروبا والولايات المتحده والصين وامريكا اللاتينيه يعني لكن في الاطار هي دي في الإطار التنافسي بتاع أفريقيا يعني هي دي الصورة يا أحمد أنت ليه الصورة فيكس كده مش فاهم لا هو احنا عندنا فيديو لها هدف لها مع هي بتلعب طبعا في نادي آخر حاجة هي أهداف أنونما نادي توربن بوزدام الألماني بتلعب فيه هي فيرود جدا فيه مهاجم وطبعا زي ما قلنا هي هدافة كاس الامم الافريقيه سجلت 6 اهداف لعيبه مميزه لحد كبير جدا عندها 25 سنه لعيبه صغيره فلسه قادمه يعني في الكره الافريقيه على مستوى السيدات ده طبعا اللقطات من الفاينل وفوز منتخب غينيا الاستوائيه على جنوب افريقيا 4-0 والمباراه اللي اهدت لهم اللقب وفوزهم بكاس الامم الافريقيه تمام خد بالك انا السنه بحب غينيا الاستوائيه جدا لان رحت قعدت هناك 16 يوم فرجعت غينيا استوائي طيب انا بشكرك يا احمد شكرا جزيلا ده كان اخر حاجه عندنا في حلقه النهارده شكرا جزيلا نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله بس جهز لنا الجدول والمواعيد وكل حاجه هو لسه على فكره لان المنافسات في شهر 2 فاحنا لسه هنتكلم عنه كتير جدا في فتره راحه كده في الشتاء ان شاء الله وصوره 16 في شهر 2 فهنتكلم يعني جهزها لنا يعني بحيث برضه الساده المشاهدين تفصيلي ان شاء الله شكرا جزيلا بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه غدا بمشيئه الله في تمام الساعه 6 حلقه جديده من كوره اونلاين وفي امان الله